دلوقتي معانا النجوم اللي الكامب ده اتعمل عشانهم والكامب ده اتعمل عشان نكتشفهم. معانا النجوم، خلينا الاول كل واحد يعرفنا باسمه. اسمي سليم شتا. منصور بدر. عايش الايمان. انت اكبر حد فيهم، انت قلت لي عندك 16 سنه. ممكن تحكي لي سريعا كده عن تجربتك في الكامب؟ هو كامب انا كنت فاكر اللي هو هيبقى زي اي كامب عادي، بعدين لما روحت انا خدت اكسبيرينس كويس جدا وتعاملت مع مدربين اسبانيين وساعدوني في كذا حاجه وتعلمت منهم، فانا شايف ده كانت تجربه كويسه جدا وكان اكسبيرينس كويس جدا. كنت متوقع ان انت تكسب؟ لا. مش متوقع. طب ايه يعني عملت ايه عشان تكسب؟ يعني عشان برضو الناس ما تفتكرش ان اي حد ممكن يكسب او اي حد بيلعب كرة بس كويس بيكسب. عملت ايه عشان خاطر تلفت نظر الكوتشز ويختاروك؟ لا، انا كنت بمشي على تعليمات المدرب وكنت بموت نفسي في كل تمرين، وكنت بحاول اثبت نفسي بالطريقة اللي تنفع في مكاني عشان ابان واظهر للمدرب. منتاليتي اللي كان بيتكلم عليها محمد صلاح شايفين هو عندنا في النجوم بتوعنا. انت برضو احكي لي عن تجربتك كده في الكامب. انا انبسطت قوي في الكامب وعملت اصحاب جديده ولعبت كوره كتير جدا، لعبت حلو وما كنتش متوقع خالص ان هم يختاروني، بس الحمد لله. يعني ما كنتش رايح عشان بس يختاروك، انت كنت عايز بس تاخد التجربه بتاعه الكامب حتى لو ما حدش اختارك. مستعد للسفر؟ مش قوي يعني. لا عايزينك تستعد كده عشان اللي جاي. ممكن كمان تقولي عن تجربتك في الكامب وعلاقتك مع زمايلك، وكنت بتعمل ايه وانت بعيد عن اهلك؟ انا كنت بتمرن كويس، والحاجه الوحيده اللي انا بسيبها عن اهلي هي ان انا كنت بلعب كوره عشان تو سي مور اكسبيرينس عن نفسي وابقى احسن. عايزاكم تعرفونا عن نفسكم وعايزاكم تعرفونا عن تجربتكم كمان في الكامب. انا اسمي يوسف فلاوي. انا في الاول اصلا اول يوم كنت شاكك في الكامب شويه، بس في الاخر في تاني يوم تالت يوم كل ده انا بجد اتبسطت وتعلمت حاجات كتير قوي، وصراحة يعني شايفة اكسبيرينس حلو قوي. انا اسمي ياسين فريد. انا كنت اصلا ما كنتش رايح الكامب، كنت شايفه يكون زي اي كامب تاني، كنت حاسة انها هروح وارجع عادي، وبعدين مامتي قالت لي لا انت لازم تروح ومش عارف ايه، لازم تجرب وكده تجربة. فروحت ولقيت اول يوم ماشي حلو، بعدين لقيت ان الكامب ماشي بطريقة كويسة جدا والكوتشز ما شاء الله كويسين جدا الحمد لله، وبس كنا ماشيين كويس والتمرينات كانت كويسه جدا، كل حاجه كانت كويسه جدا، وخدنا خبره كتير جدا من الكوتشز، علمونا حاجات كتير جدا، تاكتكس وحاجات كده تتعمل في الماتش. عايز اعرف منكم كل واحد بيشجع مين هنا في مصر ومين في الليجا. انا في مصر بشجع نادي الاهلي طبعا، نادي القرن، وفي اسبانيا بشجع برشلونه. انا في مصر بشجع الاهلي، وفي اسبانيا بشجع ريال مدريد. انا في مصر بشجع انبي، وفي اسبانيا بشجع ريال مدريد. في مصر نادي الاهلي طبعا، وفي اسبانيا ريال مدريد. انا في مصر بشجع الاهلي، وفي اسبانيا بشجع مدريد. احنا يعني حقيقه سعداء جدا ان احنا كنا من الاول في بدايه الكامب ده، في بدايه اول تفكير فيه واول ظهور واول تعريف بالكامب، وحقيقي يعني كنا متوقعين ومتوسمين خير في الكامب، وفعلا حقيقه 6 ياردز حقيقه ما خذلتناش ابدا، واحنا شفنا كمان الوينرز عاملين ازاي ومبسوطين ازاي، ونتمنى ان شاء الله ان الكامب ده يبقى مره واثنين وثلاثه في السنه كمان، مش مره واحده بس في السنه. بشكركم على وجودكم معانا.